الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة من قناة النيل. أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع أمني مصغر لمتابعة تداعيات حدث المنيا الإرهابي، ووجه الرئيس بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين. من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن الحصيلة المبدئية لحادث إطلاق النار على حافلة تقل أقباطا بمحافظة المنيا بلغت 26 شهيدا و25 مصابا، وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة بالمنيا ومعهد ناصر، مشيرا إلى أن هناك احتمالات لزيادة أعداد الضحايا. في السياق ذاته أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة بمديرتي أمن المنيا وبني سويف نشرت عشرات الأكمنة الثابتة والمتحركة على طريق الصحراوي الغربي الواقع بين المحافظتين لتعقب الجناة في حادث قيام مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي بإطلاق النار تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوى. وأضاف المصدر أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية يتابع تطورات ملابسات الحادث الإرهابية مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، ووجه بتكثيف الجهود لتحديد هوية الجناة وضبطهم خلال الساعات القليلة المقبلة. أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حادث المنيا الإرهابية، وقال الإمام الأكبر في بيان له من برلين حيث يقوم بزيارة رسمية لألمانيا إن هذا الحادث لا يرضى عنه مسلم ولا مسيحي ويستهدف ضرب الاستقرار في مصر، وطالب شيخ الأزهر المصريين جميعا أن يتحدوا في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم. وللمزيد من التحليل للحدث الإرهابي الذي شهدته محافظة المنيا اليوم، معنا هاتفيا الأستاذ كمال زاخر المفكر القبطي. أستاذ كمال، بعد التحية، يعني كيف تنظر إلى هذا الحادث؟ هذا الحادث كان متوقع، كان متوقع من جهات كثيرة، وربما ما السفارة الأمريكية بالأمس أصدرت بيانا وتحذيرا للمواطنين الأمريكيين رعاية الأمريكان في مصر، تحذرهم من زيارة الأماكن الدينية المسيحية اليوم، وقالت في البيان أنها أبلغت الجهات الرسمية المصرية بهذا، وهذا يعني بالضرورة أن هذا الأمر متجاوز لإمكانات الجماعات الإرهابية التقليدية، وأنه يقف وراءه أجهزة دولية واستخباراتية كبرى، وبالتالي يتجاوز الأمر مجرد استهداف أقباط. يعني نحن لسنا في أمام حادث إرهابي عادي كما كان الأمر في المرات السابقة، إنما هو تصعيد يأتي بعد خطاب السيد الرئيس في السعودية، والذي حدد في موقف مصر تحديدا صدم الكثيرين حتى من المؤتمرين نفسهم، وحدد أن هناك الدول من المشتركين في هذا المؤتمر يدعمون الإرهاب ويؤونهم ويوفرون لهم الدعم اللوجستي والمأوى والملاذ، وطالب بعمل دولي جاد إزاء هذا. وبالتالي نحن في مصر نحتاج إلى الخروج من دائرة أن الأقباط مستهدفين إلى دائرة أن الوطن نفسه مستهدف، وأن تحالف 30 يونيو أو ثورة 30 يونيو هي المستهدفة، ولا يمكن أن يسقط هذا التحالف إلا من خلال ضرب أهم رقم فيه وهو الأقباط وعلاقتهم بالرئيس وبالنظام وبالدولة. وبالتالي أنا أتصور أننا أمام تصعيد في منتهى الخطورة، لأنه عندما يصعد إلى الحافلة بحسب التقارير الكثيرة الإخبارية التي وردت والشهود وكذا، عندما يصعد 11 شخص يرتدون ملابس عسكرية طبعا مزيفة أو مزورة ويقفون الحافلة وتستجيب لهم، يصعدوا للتفتيش الطبيعي والتقليدي ثم يطلقون النار على من فيها. هذا الأمر يستوجب منا علاجات مختلفة عما كان يتم في المرات السابقة. وحسنا فعل السيد الرئيس عندما دعا إلى 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 اجتماع أمني على مستوى عالي من الأهمية، لأنه الأمر لم يعد قابل للحلول التقليدية، و نحن لا نقبل عزاء لا كمصريين ولا كمسيحيين، لكن كلنا لابد أن نكون يدا واحدة في مواجهة هذا
الخطر الداهم الذي يتهدد الوطن ويتهدد الدولة ويتهدد مستقبلنا. طيب أستاذ كمال، يعني إذا نظرنا إلى توقيت هذا الحادث بنجد أنه بيأتي في الوقت الذي يستقبل فيه المصريون شهر رمضان، بالإضافة أيضا إلى أنه يأتي بعد فترة قصيرة من زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر، وبعد المؤتمر القمة الإسلامية الأمريكية العربية والتي أدانت الإرهاب و يعني خرجت برؤية موحدة لمواجهة الإرهاب. تعليق حضرتك على دلالة التوقيت. التوقيت بالضرورة جزء من التخطيط، لأنه هو يريد أن يؤكد للعالم أن مصر غير مستقرة، وأن الإسلام هو كلمة الإسلام أو مصطلح الإسلام في الرسالة التي يوجهونها إلى العالم مرتبط ارتباط لصيق بالإرهاب، وبالتالي يتحقق ما يريدون أن مصر غير مستقرة، ويستدعون عداء دوليا وعالميا ضد الدولة وضد الحكومة وضد نظام السيسي، ومن ثم يحققون هدفهم الأساسي وهو حلمهم الأسير، سواء كان نظام الفساد أو نظام الجماعات الإسلامية الإرهابية الإخوان، حلمهم بالعودة مرة أخرى للسلطة. فإحنا علينا أن ننتبه أن الأمر جلل وخطير، وليس الأقباط هم فقط هم المستهدفين، ولكن كما قلت وأكرر دائما أن المستهدف هو الوطن، والمستهدف هو الرئيس، والمستهدف هو النظام. نعم. طيب إذا نظرنا أيضا أستاذ كمال إلى مكان التوقيت أو مكان الحادث في محافظة المنيا، بنجد أنه يعني تكنيك العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة أصبح يستهدف أماكن بعيدة عن سيناء التي كان ينظر إليها منذ فترة ليست يعني البعيدة بأنها موطن الإرهاب، وكانت الجهود يعني الأمنية كلها تتركز في محاربة الإرهاب في سيناء، لكنه الآن بدأ ينتقل إلى محافظات الدلتا، سواء من خلال استهداف كنيستين منذ فترة قصيرة في الإسكندرية وفي طنطا، الآن في المنيا. يعني تعليق حضرتك على انتقال الإرهاب إلى أماكن غير متوقعة. ده تأكيد على أن الإرهاب ينحسر، وأنه في مرحلة احتضار، لأنه ما حدث في سيناء من تقدم نوعي وتقدم ملموس على الأرض في محاصرة الإرهاب، خاصة بعد سقوط منطقة جبل الحلال وعلى الحدود الغربية بعد أن ضربت القوات الجوية قافلة من 15 عربية دفع رباعي محملة بالأسلحة وبالذخائر وكذا، الإرهاب لم يجد له مكان آخر غير تلك الأماكن الآمنة، وده عمل خسيس وجبان يهرب من المواجهة الحقيقية. نعم. لكن نحن إذا كان هذا هو الثمن الذي يدفع من أجل أن نسترد وطننا مجددا، فهو يرخص أمام كل التضحيات التي تقدم. نعم، أشكرك الأستاذ كمال زاخر المفكر القبطي. كما ينضم إلينا أيضا الأستاذ أحمد عطا الخبير في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب الدولي. أستاذ أحمد، بعد التحية، يعني كيف تنظر إلى تكنيك تنفيذ هذا الحادث الإرهابي، يعني من حيث استخدام البنادق ورشاشات في استهداف حافلة في رحلة دينية تقل أقباطا، يعني ربما ينظر إليه البعض على أنه تكنيك جديد لم يكن يستخدم منذ فترة طويلة في مثل هذه الحوادث الإرهابية؟ بداية، عمليات المواجهة المباشرة، حمل السلاح، هذه العملية هي العملية الأخطر على قمة الأهداف العليا بالنسبة لخطة الإشعال الذاتي التي تمول وتدعم من الخارج. بعد أحداث الكنيسة المرقسية والكنيسة طنطا واستهداف عدد من العناصر المسلحة والقبض عليهم، وآخرها ما تم القبض عليه بالأمس من قام بتنفيذ عملية كمين مدينة نصر. نعم. هناك خطة ممنهجة تعرف بخطة الإشعال الذاتي، وهي على قمة الأهداف العليا للدفع بثورة مسلحة وحرب أهلية في مصر حتى ذكرى 30/6، حتى ننتبه لهذا. خطة الإشعال الذاتي بتعتبر القيادات الهاربة في تركيا الفاينانسينج، التمويل المالي والإنفورميشن
ده شغل استخباراتي على المستوى. الملف الأبط هو الملف الأسهل لإحداث شقاق في المجتمع المصري، وهذا ليس تقصير من الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية وجهت ضربات مؤلمة لكافة العناصر والخلايا العنقودية عقب العمليات المختلفة منذ قيام ثورة 30/6 حتى الآن، ولكن حتى ننتبه ونعلم ما يحدث الآن، هناك خطة إشعال ذاتي للدفع بثورة مسلحة وحرب أهلية في مصر حتى ثورة 30/6 تتبناها قطر وتركيا من خلال مسؤول العمليات المسلحة في تركيا القيادي علي السماحي، وقد اعترف على علي السماحي كافة العناصر التي تم القبض عليها معرفة جهاز الأمن الوطني بأنهم تلقوا تدريبات في تركيا وعادوا إلى مصر، وأخرها مجموعة نبيل إبراهيم الدسوقي المهندس الذي سافر إلى تركيا وتدرب على صناعة المتفجرات وعاد مصر وقبض عليه جهاز الأمن الوطني. فنحن الآن في ظروف حرجة الهدف منها طمس معالم الحضارة المصرية، وليس استهداف الحكومة المصرية، وليس استهداف الأجهزة الأمنية، وليس توجيه ضربات للشارع والمواطن المصري. هذا بيتم بالتنسيق باستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر. مصر في مرحلة بناء دولة جديدة، وهذا بيحتاج تمويلات. ولكن إذا كنا نتحدث فنحن أمام أجهزة استخباراتية تمول وتدعم عناصر مسلحة تحت مسامات مختلفة، سواء كان حسم أو لواء الثورة أو تنظيم داعش، لا تعنيني هذه المسامات، ولكن تعنيه أن مصر في إطار خطة الإشعال الذاتي حتى ذكرى ثورة 30/6 القادمة. طيب أستاذ أحمد، يعني هذه الخطة كما ذكرت خطة الإشعال الذاتي، يعني هل تعني أنه الاستهداف الآن انتقل من استهداف رجال الأمن والجيش إلى استهداف الأقباط تحديدا؟ كما أشرت لسيادتك أن ملف الأقباط هو الملف الأسهل لإحداث شقاق مجتمعي. نعم، ملف الأقباط منذ حكم الرئيس السابق مبارك، فملف الأقباط هو 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 ملف يغري كافة أعداء مصر من الخارج. ملف الأقباط هذه العملية لم تكن الأخيرة، قد تم استهداف الكنيسة البطرسية قبل العام الماضي في العباسية، ثم المركزية في الإسكندرية، ثم كنيسة طنطا. وهل تعلم عندما تم استهداف الكنيسة المركزية حسب ما أكدت تقارير واردة من الخارج بأن أحد القيادات الهاربة وهو القيادي علي السماحي قد ردد عبارة معناها، هذه العبارة تعني الحرب على من خلال مفهومهم الحرب على الأقباط في مصر، وهذه العبارة على الصلبان منسية بلادي زهرة الوادي وعدنادي أرادوا لك العبودية، بمعنى أنهم يرون أن مصر تحت عبودية الصليب. فلابد أن ننتبه أقباط ومسلمين أن مصر على قمة الأهداف العليا، مصر بتخوض أقوى حروبها عبر تاريخها، وهذا حقيقي. وإذا كان البعض يردد أن هناك تقصير أمني، هذا غير صحيح. نعم. قبل عدة أيام الأجهزة الأمنية في أوروبا فشلت في تحديث نقاط الارتكاز للمجموعات المسلحة المتعرض بلواء الأجانب. قبل عدة أيام ماذا حدث في مانشستر؟ هل هناك تقصير استخبارات؟ على الرغم من الاستخبارات الإنجليزية قد تلقت تقرير من شرطة ليوربول بأن هناك عمليات ستنفذ. فلابد ندع أن نزايد على هذه الوقائع، ولكن مصر أقباط ومسلمين وكافة الأديان وجيش وشرطة وحكومة وبرلمان على قمة الأهداف العليا لما يعرف بخطة الإشعال الذاتي والدفع. طيب. أستاذ أحمد، يعني أستاذ أحمد ابقى معنا على الهاتف، سنعود إليك بعد قليل. وانضم إلينا على الهاتف الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية العاجلة والطوارئ. دكتور شريف، يعني ما هي آخر أخبار ما يتعلق بعلاج المصابين وفهم، وأيضا كحصيلة جديدة لأعداد الوفيات والمصابين؟ هم الوفيات يعني عندنا 26 شهيد لغايه دلوقتي، برضه هم 24 مصاب. تم نقل في الطريق الى مستشفى محطات 7 مصابين بعد اجراء الاسعافات الاوليه.
وفي حالتين هيروحوا مستشفى المنيا الجامعي، والباقي كل من يتحسن تستقر حالته سوف يتم ارساله الى مستشفيات معهد نصر ومستشفيات القاهره. وانا في معهد نصر في غرفه الازمات التي اتاها معالي وزير الصحه، وطبعا حضرتك اوض العمليات مفتوحه والرئاسه مفتوحه واستقبالي حواليا كل اطباء جميع التخصصات، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعدي المرحله على خير ان شاء الله. طيب ما يتعلق بالحالات التي تم نقلها الى مستشفيات القاهره، يعني ما مدى يعني درجه هذه الحالات؟ في نسبه عاليه من الخطوره. في نسبه عاليه من الخطوره. نعم. يعني إذا نستطيع أن نقول أن هناك احتمالات لزيادة حصيلة الوفيات. طبعا ما نقدرش نقول غير بعد الوضع ما يستقر إن شاء الله نقول لكم كل حاجة. نعم. طيب دكتور شريف، يعني ما يتعلق بما ذكروا شهود عيان بأن معظم المصابين والوفيات من الأطفال. في عدد كبير من الأطفال، ولكن لسه جاري حصنهم وجاري كم حالة سيدة وكم رجل، طلع بيان للصحه في كل الحالات. طيب ما يتعلق ايضا بتواجد الاسر، اسر الضحايا والتعامل معهم، يعني ما هي الاجراءات المتبعه حاليا لذلك؟ احنا دلوقتي بنعمل اجراءات اسعافات اوليه. اسعافات اوليه، وبعدين احنا ننقلهم دايركت على مستشفيات القاهره اذا كان في اي تدخل جراحي اكثر تقنيه. وبعدين يعني هنطلع بيان في جميع الحالات المتوفاه والحالات التي تم انقاذها ان شاء الله يكون احداثها كثيره. نعم. طيب دكتور شريف، يعني من خلال يعني النظر الى اسباب الوفاه، يعني هل كان هناك استهداف مباشر لمناطق يعني الحرجه او الحساسه في اجسام يعني معظمها الطرف الناري والصدر والاطراف، اماكن الاصابه متعمده. ايوه. نعم نعم. اشكرك دكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحه للرعايه العاجله والطوارئ. و عودة من جديد إلى الأستاذ أحمد عطا الخبير في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب الدولي. أستاذ أحمد، ما زلت معنا على الهاتف؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ أحمد عطا الخبير في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب الدولي، وما زلنا نتابع معكم مشاهدينا متابعتنا المستمرة مع الخبراء والمحللين والمسؤولين أيضا للوقوف على تداعيات وتفاصيل الحدث الإرهابي المؤسف الذي تعرضت له محافظة المنيا ظهر اليوم، والذي استهدف حافلة تقل عددا من الأقباط في طريقهم في رحلة دينية في محيط دير الأنبا صموئيل بدائرة مركز شرطة العدوى غرب المنيا، حيث أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة بمديريتي أمن المنيا وبني سويف نشرت عشرات الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين المحافظتين لتعقب الجناة ومرتكبي الحادث الذين استقلوا ثلاث سيارات دفع رباعي قاموا بإطلاق نيران تجاه الحافلة. عاد إلينا من جديد الأستاذ أحمد عطا الخبير في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب الدولي. أستاذ أحمد، يعني من خلال ما ذكروا شهود عيان بأن الإرهابيين كانوا يستقلون سيارة مصفحة وكانوا يرتدون زيا أشبه بالزي العسكري، وقاموا بالاستيلاء على ممتلكات الضحايا قبل أن يطلقوا عليهم النيران بطريقة عشوائية. يعني هذا الأسلوب المستخدم في تنفيذ الحادث، سواء من خلال اللبس الذين أو الزي الذي تم ارتداؤه واستخدام سيارة مصفحة والاستيلاء على ممتلكات الضحايا قبل قتلهم، كيف تفسره؟ عملية الاستيلاء هي تغطية لعملية إرهابية. حتى تظن الجهات الأمنية أنها عملية بحث جنائي، يعني عملية جنائية. نعم. ولكن التنظيمات المسلحة التكفيرية لها منهجية محددة، هي المواجهة المباشرة مع أهداف عليا يتحقق منها تأثير واسع المدى، ومنها نشر حالة من الإحباط في الشارع المصري وعدم استيقاف الأجهزة الأمنية، وهذا الهدف من وراء هذه العملية. إذا كنا هناك آثار
اترتب عليها هذه العملية هو ضرب نجاحات الأجهزة الأمنية وما قامت به خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى الأمن العام أو جهاز الأمن الوطني أو وزارة الداخلية ككل. ولكن هنا نتساءل، هل هذه العملية هي العملية الأخيرة؟ هذه العملية هي بداية موجة من العمليات الإرهابية تعرف بخطة الإشعال الذاتي حتى ذكر ثورة 30/6 حتى ننتبه. مصر على قمة الأهداف العليا وليس حادث سردي. مصر أقصد بها أطراف مختلفة، كل من يعيش على الأراضي المصرية هو هدف للتنظيمات المسلحة وليس الإخوة الأعضاد. نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني هل هذه الخطة التي ذكرتها خطة الإشعال الذاتي لها علاقة أيضا ب يعني انحصار تنظيم داعش مؤخرا في العراق وفي ليبيا بعد العمليات الأمنية التي تتم ضده وتم إخراجه أيضا من كثير من معاقله في هذه الأماكن؟ لا، هذه العمليات والعمليات السابقة ليس لها تنظيم داعش. عندما يتم تنفيذ عملية في مصر يعلن داعش كنوع من الغطاء الإعلامي فقط، ولكن دعنا نعترف أن هناك ميليشيات مسلحة داخل الأراضي المصرية تحت مسميات مختلفة، سواء كان في سيناء أنصار بيت المقدس أو ولاية سيناء أو كان في القاهرة تحت مسمى حسم أو لواء الثورة أو أجناد مصر. كل هذه المسميات هي ميليشيات تكفيرية مسلحة تم تدريبها، تم تدريبهم والدفع بهم قبل ثورة 30/6. هل تعلم أن المخابرات التركية قد أبلغت محمد خيرت عبد اللطيف سعد الشاطر بأن مصر مقبلة على ثورة وأن المصريين سوف يخرجون ويعزلون مرسي؟ هل تعلم أن هناك خطة تبادلية وتم تدريب هذه العناصر التي تنفذ عمليات الآن من عمليات مسلحة الآن في مدينة مرسى مطروح بأموال مصرية عندما كان يتولى القيادة أسامة ياسين وزير للشباب والرياضة أثناء حكم مرسي؟ هل تعلم أنه تم تخريب مصر أثناء حكم الإخوان؟ هل تعلم أن السبورتنج والفينانسنج الدعم والتمويل المالي هي أدوات مستمرة من الخارج من تركيا وقطر؟ هل تعلم أن التنظيم الدولي يمتلك ثروات تلا واستثمارات مع إيران؟ فأنت الآن في مواجهة عدد من الدول، 4 أجهزة استخباراتية تلعب داخل مصر، وهذه الحقيقة لا تحدثني عن داعش. فعندما يتم ارتكاب حادثة يتصدر لفظ داعش. داعش عندما يغطي على العملية ويتبناها يأتي ذلك في إطار ما يعرف بالجبهات المتوحدة بين التنظيمات التكفيرية على مستوى الشرق الأوسط. نعم. طيب، يعني إذن الآن طرق المواجهة، مصر في مواجهة الإرهاب، ما هي الطرق التي يمكن من خلالها أن تتعامل مصر مع مثل هذه الموجة الإرهابية كما ذكرت التي تستهدفها بهذا التكنيك وبهذا التمويل؟ يعني هل ستكون المواجهة هي المواجهة التقليدية المتعارف عليها خلال السنوات الماضية أم تحتاج إلى يعني معطيات جديدة؟ لا، أرفض لفظ كلمة المواجهة التقليدية. المواجهة الأمنية مطلوبة. المواجهة الأمنية على قمة المواجهات، ليس هناك مواجهات فكرية كما يدعى البعض. الوقت فات بالنسبة لأي اطروحات عندما نريد أن نتوسع في التعليم والفكر والثقافة، ولكن الآن أنت في حرب حقيقية، أنت في الميدان من حرب قادرة تتزعمها وتتبناها 4 أجهزة استخباراتية بالخارج وتنفذها داخل مصر. هذا ما يحدث الآن على الأراضي المصرية. أما المواجهة الأمنية وتصعيدها هو المطلوب. لابد من القضاء على كافة العناصر المسلحة داخل مصر بكافة أنواعها. يعني إلى جانب المواجهة الأمنية أستاذ أحمد، كيف يمكن القضاء على مصادر تمويل هذه العناصر الإرهابية في مصر؟ الدخول الأموال بداية بعد ثورة 30/6 استطاعت كافة الأجهزة الأمنية أن تجفف منابع التمويل داخل مصر. هذا بداية. المنابع التقليدية، ستسألني ماذا تقصد بالمنابع التقليدية؟ هي الأموال التي كانت في حسابات قيادات جماعة الإخوان في البنوك وممتلكاتهم وثرواتهم. حتى ما يتم تحويله من الخارج. ولكن الآن هل تريد أن تعرف كيف يتم تحويل هذه الأموال لهذه العناصر المسلحة؟
سأقول لك، وهذا على مسؤوليتي الشخصية وليس على مسؤولية قناة النيل للأخبار، هذه الأموال بتم دفعها من خلال حسابات داخل استثمارات أو استثمارات خاصة مع جهات عربية تدخل في حسابات، وبيتم تحويل ترانزاكشن هذه الأموال، لأن التحويل التقليدي من رابع المستحلات البنك المركزي والأجهزة الأمنية ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية. لا، عندما تذهب إلى أي بنك وتغير $100 سيأخذون منك صورة الاي دي الرقم القومي وتملأ وثيقة. نعم. هذا صعب. الأجهزة الأمنية تلعب بكفاءة، ولكن تحويل الأموال يأتي من خلال ديزولف ترانزاكشن، انه يدخل في حساب لحساب لحساب حتى يتم التعتيم. انا اقوم بتحويل لك اموال، يعني يصعب تعقبها. نعم، يصعب تعقبها. طيب. ولا يستطيع الامين العام للامم المتحده ان يضع قانون لمنع وتجريم هذه الاموال، بدليل عندما قام داعش بنهب ثروات البترول الموصل وبيعه لبعض الشركات الموجوده في اوروبا، كيف قام سادات داعش بتحويل الاموال للنقط الارتكاز داخل منطقه الاتحاد الاوروبي لتنفيذ عمليات مسلحه في المانيا وبلجيكا وفرنسا؟ نعم. أشكرك أستاذ أحمد عطاء، الخبير في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب الدولي، وينضم إلينا الآن هاتفيا اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، يعني بعد التحية، كيف تنظر إلى هذا الحادث، حادث المينا الإرهابي، من الناحية الأمنية، وأيضا ما تبع هذا الحادث من إجراءات أمنية تقوم بها وزارة الداخلية حاليا؟ والله أنا بس في البداية خالص تعزية للإخوة المسيحيين اللي هم الحقيقة بيعاقبوا على موقفهم الوطني ومسددهم للدولة الوطنية في 30/6، فبيعاقبوا على وقوفهم إلى جانب الدولة المصرية والدولة الوطنية، وده استكمال للمؤامرة العالمية على مصر. المحاكم المؤامرة العالمية على مصر حجمها كبير جدا، وآن الأوان. يعني احنا كنا شفنا زيارة تراند وحطينا عليها أمال عريضة في تكوين جبهة قوية لمحاربة الإرهاب على مستوى العالم كله، تحولت لمسرحية اقتصادية، وكل واحد خد اللي هو الغنمة باللي عايزه، وانفض المولد على الفاضي، وبقى الإرهابيين يرتعون تحت رعاية المخابرات الأجنبية وبتمويلات معروفة ولوجستية أو معلوماتية، وده حال العالم الان. يعني هو طبعا احنا وليس مشهد مانشستر بعيد عنا، الارهاب بيطول العالم كله، الموضوع محتاج جبهه. نعم. عالميه. طيب. جده. سياده اللواء يعني ابقى معنا على الهاتف، سنعود اليك بعد قليل. وانضم الينا الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الاوقاف. سيادة الوزير، يعني تعليقك على هذا الحادث المؤسف، ونعلم أنه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب طالب الحضور في احتفالية ذكرى مرور 500 عام على تأسيس الكنيسة البروتستانتية في برلين، خلال تواجده هناك بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء هذا الحادث. طبعا هذا الحادث يدمي قلوبنا جميعا، مسلمين قبل المسيحيين. نعم. لأنه يشق الهدف من هذا العمل الجبان الخسيس الغادر هو محاولة شق الصف الوطني وإضعاف الوحدة الوطنية التي تواجه الإرهاب. ذلك أن أعداءنا عندما عجزوا من محاصرتنا بالخارج سواء اقتصاديا أو سياسيا، ووجدوا مصر أن تتقدم تقدما مذهلا في كثير من الملفات، وآخرها أن مجلس الأمن الدولي يتبنى كلمة السيد الرئيس في مكافحة الإرهاب في القمة العربية الإسلامية الأمريكية كوثيقة رسمية، حاولوا أن يعني يجندوا الخونة والعملاء من أتباعهم لشق الصف الوطني. هذا حادث غادر الجبان، ووجهنا عدة رسائل. الأول أننا نؤكد على إيماننا الكامل بالمواطنة الكاملة الراسخة المتكافئة التي لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، فنحن أبناء وطن واحد متساوون في الحقوق والواجبات، ويجب أن نعمل جميعا على تفويت الفرصة على أعدائنا.
الذين يريدون أن يشقوا الصف الوطني، فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا ونحن به ولسنا بغيره. الأمر الآخر، رسالة لدول العالم، نحتاج تكاتفا دوليا هاما وكبيرا لمحاربة الإرهاب محاربة حقيقية، ومحاسبة الدول التي طاع الإرهاب أو التي تموله، لأن الإرهاب خطأ داهم عابل للحدود والقارات، لا دين له ولا خلق ولا جنس ولا لون، يوم يضرب فرنسا واليوم الثاني يضرب بريطانيا ويضرب في مختلف دول العالم. نحتاج إلى تضافر قوى الدولية المؤمنة بالإنسان والسلام على أسس إنسانية خالصة لإزاحة هذا الكابوس وتخليصه من العالم. والجميع يعلم أن مصر هي رأس الحرب في مواجهة الإرهاب، فيجب مساندتها، وهذه حرب تشن ممنهجة. وهؤلاء ومع ذلك نطالب بالتعجيل بالقصاص العاجل من الخونة والعملاء والإرهابيين ومرتكبي هذه الأحداث. الأمر الآخر، كما وقف الشعب المصري والتف على قلب رجل واحد خلف السيد الرئيس في دعوته استرداد أراضي الدولة المنهوبة، نقف جميعا خلفه وبقوة في هذه المعركة في مواجهة الإرهاب، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بوحدتنا الوطنية أو بأمن هذا البلد أو بنشر أفكار التشدد والكراهية. نعم، يعني سيادة الوزير، حضرتك تحدثت في نهاية كلامك عن الموقف الشعبي المطلوب إزاء هذا الحادث، ونحن الآن في استقبال شهر كريم، شهر الرحمة، يعني يواجهنا هذا الحادث المؤسف، ما المطلوب إذن أو الواجب على المصريين في مواجهة مثل هذا الحادث؟ ويعني وكالات الأنباء تنقل إلينا صور لتضامن المسلمين مسلمين في المنيا مع ضحايا الحادث وتوافدهم على المستشفيات للتبرع بالدم لضحايا حادث أتوبيس الأقباط في المنيا. نحن أشقاء في الوطن والمصير، دم واحد وبلد واحد ومصير واحد، والحقيقة يجب هذا الالتفاف الشعبي الذي يعبر عن الروح الحقيقية. نلفظ جميعا الجبناء الآن، لو كان يعني أنا متأكد أن أي إنسان لو حتى كان من قام بالعمل الجبان كان أخا شقيقا له، فإنه سيتبرأ منه ويقف في وجهه ولا يمكن أن يدافع عنه، لأنه يستهدف وجودنا ومصيرنا. والحقيقة كل قلوبنا مع أشقائنا وأبنائنا، اللي قلت أن هذا الحادث أدمى قلوبنا قبل قلوبهم، خالص عزائنا لأسر الشهداء وتمنينا بالشفاء العاجل للمصابين إن شاء الله بإذن الله. وحدتنا الوطنية وفهمنا للمؤامرة اللي بتستهدف أمن هذا البلد من خلال شق صفه، سننتصر على الإرهاب وسنحاربه وسنخلص العالم كله من شره بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا لكم. نعم، يعني سيادة الوزير، بالتزامن مع هذا الحادث، يعني شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب خلال كلمته في برلين خلال حضوره احتفالية حركة الإصلاح الديني في أوروبا، قال إن هذا الحادث لا يرضى عنه مسلم ولا مسيحي ويستهدف ضرب الاستقرار في مصر. تعليق حضرتك على يعني رسالة شيخ الأزهر؟ نفس الكلام الذي أكدناه، ونحن نسقى من معين واحد، قلت هذا لا يقره، لا نفس الكلام منذ دقائق في التلفزيون المصري أيضا قلت هذا الكلام، لا يقره لا إسلام ولا مسيحية ولا إنسانية ولا دين ولا أخلاق ولا وطن، وهذا هو إسلامنا وهذا هو الأديان السماوية. الأديان السماوية رحمة، الأديان السماوية تسامح، الأديان السماوية محبة، لا مجال فيها لتشدد. ولهذا قلت إن من يفتئت على الأديان ويحاول أن يشكل كيانات دينية موازية لكيان الدولة يجب أن نضرب عليه بيد من حديد وأن لا نسمح له. وقلت نحن في وزارة الأوقاف نأخذ كل الإجراءات، ومن يتجرأ سنقوم بتحرير المحاضر اللازمة، ونقول زمن الموائمات والملائمات انتهى، ويجب أن يكون عقاب رادع وقوي لمن يفتئت على سلطة الدولة، سواء كان افتئات بالتعدي حسيا بالتعدي على أراضيها أم افتئات معنويا بالتعدي على الأفكار ومحاولة صنع سلطات موازية. لا مجال لهؤلاء ولا مجال للمفسدين ولا للمتشددين في عالم يسعى إلى المحبة والتراحم وترسيخ الأسس الوطنية. نعم، أيضا فضيلة المفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام قال إن
النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. يعني تعليق حضرتك على يعني ما ذكره مفتي الجمهورية من خلال إدانته لهذه العملية الإرهابية الخسيسة. كلنا كما قلت على قلب رجل واحد، نحن نؤمن بالمواطنة الكاملة وبالشراكة الوطنية الكاملة. وعندما يخرج كلام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مع كلام وزير الأوقاف مع كلام المفتي مع بيان السيد رئيس مجلس الوزراء مع كل الدولة وكل قياداتها، يؤكد أننا على قلب رجل واحد في مواجهة الفتنة وشق الصف، وأننا هذه الأحداث لا تزيدنا إلا لحمة وإلا تماسكا حتى نكتس هذا الإرهاب إن شاء الله بإذن الله. نعم، شكرا لك سيادة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ينضم إلينا أيضا السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. أهلا بك سيادة السفير. أهلا وسهلا. يعني نعلم أنه رئيس الوزراء شريف إسماعيل دعا إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحادث، يعني ما الجديد في هذا الشأن؟ أولا أحب أن أبدأ بإدانة مجلس الوزراء السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بأكمله لهذا الحادث الآسم، وتقديم خالص العزاء لشهداء هذا الحادث لأهلينا في ألمانيا، ونتمنى إن شاء الله يعني سرعة الشفاء للمصابين في هذا الحادث الأليم. اليوم منذ بداية ورود يعني علم السيد رئيس الوزراء بهذا الحادث كان هناك اتصالات وغرفه عمليات مكثفه، حصل يعني حدث عده اتصالات مع السيد وزير الداخليه مع السيد وزير الصحه مع السيده وزيره التضامن مع عدد من المسؤولين والوزراء المعنيين. كان الهدف انه اولا تلبيه كل احتياجات المصابين والتاكد من الرعايه الصحيه الكامله لهم وتسهيل نقل جسامين الضحايا وتوفير كل يعني التسهيلات اللازمه في هذا السياق. طبعا كان هناك ايضا توجيه السيده وزيره الضمان توجهت الى محافظه المنيا لمتابعه تطورات الموقف والتحقق من الخدمات المقدمه. ايضا تم نقل كافه المصابين او يعني غالبيتهم الى مستشفى معهد ناصر بحكم انه عنده امكانيات يمكن رعايه صحيه افضل. السيد وزير الصحه يتابع عن قصد كل ما يتعلق بالخدمات الصحيه المؤداه الى المصابين. نعم، يعني نعلم أن وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تواجدها في محافظة المنيا أجرت اتصالا بالكاتدرائية والقمص مكاريوس قمص المنيا، وأيضا وجهت ب يعني سرعة علاج المصابين وتلبية كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأهالي الضحايا والمصابين. يعني الجهود المبذولة من الدولة لاحتواء تداعيات الحادث في محافظة المنيا أيضا، يعني ما هو الجديد في هذا الشأن؟ ما هو الذي سيتم تنفيذه في الفترة المقبلة لاحتواء تداعيات الحادث وعلاج المصابين وأيضا أسر الضحايا وغير ذلك؟ اولا في يعني اتصالات كثيفه زي ما انا ذكرت قبل كده انه تحقق من كل الخدمات المؤداه سواء فيما يتعلق بعمليه نقل جسامين الضحايا او نقل المصابين للعلاج والتحقق من انه الرعايه الصحيه متوفره لجميع المصابين، ده الاهم شيء. ثم كان في توجيه ايضا من رئيس الوزراء بسرعه يعني ضبط الجناه والإجراءات الأمنية المطلوبة يعني أن يكون مرتكب هذا الحادث يقدمه إلى العدالة بسرعة. وبنؤكد مرة أخرى في هذا يعني بمناسبة هذا الحادث أنه الحكومة الدولة حكومة وشعبا يعني في إصرار وعزم على مواصلة مكافحة ظاهرة الإرهاب، وانه مثل هذه الحوادث لن يعني تنال ابدا لا من وحده الشعب المصري ووحده نسيجه ولا من عزمه على مواصله التنميه الاقتصاديه والاستمرار في تحسين ظروف معيشه للمواطنين.
نعم. طيب سيادة السفير، من الناحية الأمنية يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لاجتماع أمني مصغر لمتابعة تداعيات الحادث، وفي الوقت نفسه هناك متابعة من جانب وزير الداخلية لجهود تعقب الجناء، يعني الجهود الأمنية لتعقب الجناة بعد قيامهم بارتكاب هذا الحادث الجديد، ربما في تكنيك تنفيذه. كيف يتابع مجلس الوزراء هذا الأمر؟ لأنه يعني الناس في ترقب المعرفة هوية مرتكبي هذا الحادث ومن يقف وراءهم. أولا أحب أوضح أنه السيد رئيس الجمهورية اتصل بالسيد رئيس الوزراء، وكان هناك تواصل في هذا الأمر، وكان هناك متابعة من سيادته إلى كل ما هو متعلق بهذا الحادث. وزي ما ذكرنا الاهتمام أولا بتوفير الرعاية الصحية، وبشكل موازي أيضا أن الأجهزة الأمنية تقوم بعملها في تعقب مرتكب الحادث وتجديد الإجراءات الأمنية في المنطقة. طبعا وزارة الداخلية بيكون لديها خطط أمنية وإجراءات محددة للتحرك في مثل هذه الظروف لتقوم باتباعها، وهي الآن على ثقة أن هذه الخطوات والإجراءات يعني جاري تنفيذها بشكل دقيق، وإن شاء الله يكون في إعلان في الوقت المناسب عن ما يستجد في الموقف. نعم. طيب هناك تصريح من الأنبا ماكاريوس ورد على أحد المواقع الإخبارية بأن رئيس الوزراء يتوجه إلى المينيا برفقة وزيرة التضامن، يعني ما صحة هذا الخبر؟ وإذا كان صحيحا فيعني ما الذي ستشهده المينيا من إجراءات بعد هذا الحادث من جانب المسؤولين، سواء من خلال رعاية أسر الضحايا والمصابين أو غيرها من الإجراءات المتبعة؟ اولا احب اوضح انه السيد رئيس الوزراء كان على اتصال منذ الصباح مع قداسه البابا توادروس، وقدم لقداسته خالص التعازي، واكد مره اخرى على يعني ان الحكومه حريصه على محاربه ظاهره الارهاب والتصدي فنيا وفكريا لهذه الظاهره، وطلب من قداسته يعني اذا كان في اي مساعدات يمكن ان تقدم لتسهيل الموقف في المنيا سواء من حيث نقل الضحايا او المصابين. والموقف في متابعه حثيثه من السيد رئيس الوزراء، وسيتم يعني الاعلان عن اي تطورات في الموضوع لاحقا ان شاء الله. طيب اخيرا سياده السفير، يعني هناك بعض المحافظين ألغوا احتفالات رؤية هلال شهر رمضان تضامنا مع شهداء حادث المنيا، يعني هل من المفترض أو هل من المنتظر أن تقوم الدولة بإجراءات مثلا لإعلان حالة الحداد أو يعني إجراءات تضامنية مع ضحايا الحادث؟ يعني أنا يعني أحب أقول أن هذا الحادث جلل، وهو لم يصب فئة معينة من الشعب المصري، هو أصاب المجتمع المصري بالكامل. نعم. أصاب يعني الدولة المصرية بكاملها، وبالتأكيد أنه يعني التضامن مع هذا الحادث هو واجب ووطني ليس فيه يعني أي شك. وأما ما يتعلق بحالة الحداد أو ما شابه هذا سيتم الإعلان عنه، يعني سيتم النظر فيه الإعلان عنه لاحقا. نعم. شكرا سيادة السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. عودة من جديد للواء محمد نجمة مساعد وزير الداخلية الأسبق. يعني سيادة اللواء، يعني من خلال حديثنا مع الأستاذ أحمد عطا الخبير في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب الدولي منذ قليل، قال أنه ملف الأقباط هو المستهدف في الفترة المقبلة لزعزعة استقرار المجتمع المصري وإحداث نوع من التفرقة، لكن ربما الشاهد على موقف الأقباط خلال الحوادث الإرهابية التي تعرض لها عبر السنوات الماضية كلها، يعني هناك موقف نقف له احتراما، يعني سواء على مستوى البابا أو على مستوى الأقباط أنفسهم في تفهمهم وإدراكهم لأسباب مثل هذه الحوادث التي تهدف إلى تفرقة المجتمع المصري، وعدم قيامهم بأي إجراءات يعني تساعد الإرهابيين في تنفيذ هذه الأهداف. تعليق حضرتك على يعني موقف الأقباط من مثل هذه الحوادث. الحقيقة
انا ثقتي كبيره جدا في الاخبار وفي قياده الدبا بودروس، لان هم ادركوا منذ الوهله الاولى دورهم الوطني، وانهم لابد ان يقفوا صفا واحدا خلف القياده الوطنيه، وده اللي بيتعاقبوا عليه. وانا بأذكر حتى الان موقفين، يمكن البابا شنودة والبابا بودروس، لما البابا شنودة قال ان مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكن هو وطن يعيش فينا. نعم. والبابا بودروس عقب استهداف الكنائس في محافظات مختلفه عقب فرض الرابعه العدويه قال وطن بلا كنائس، وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. القيادة المسيحية وبتهمة وحجم المؤامرة، وأنا بأشدد على وأشيد بموقف الإخوة المسيحيين وموقف القادة الكنيسة عشان يفوتوا على الإرهابيين ما أرادوه من الأفعال الأخيرة اللي تعرض لها الإخوة المسيحيين. ثقتي كبيرة أو ثقتي كبيرة في أجهزة الأمن. أجهزة الأمن عندنا يعني إن شاء الله في أقرب وقت يعني بتبذل جهود، وتشكلت فرق البحث، وان شاء الله في غضون يعني او وقت قصير جدا ان شاء الله نشهد ضبط البناء وتقديمهم لمحاكمه عاجله للقصاص منهم لحق الشهداء الوطن. طيب، يعني ربما أيضا هذا الموقف هو موقف شعبي وليس مقتصرا على الأقباط فقط، التضامن والتوحد في مواجهة الإرهاب. يعني طلعتنا أيضا وكالات الأنباء بتقديم عدد من نواب البرلمان طلبات عاجلة بانعقاد جلسة عاجلة للبرلمان غدا لمناقشة هذا الحادث الإرهابي. تعليق حضرتك على مثل هذا الإجراء في إطار التضامن الشعبي إزاء مواجهة الإرهاب؟ يعني احنا طبعا مؤسسات، وكل مؤسسة وطنية موجودة في مصر عليها دور، ولابد كل المؤسسات، المجلس الشعب ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية، كل الأجهزة لابد أن يكون كلهم بدوره، لأن احنا مطلوب من مجلس الشعب حاجات، ومطلوب من وزارة الداخلية حاجات، مطلوب من مجلس الشعب سرعة إصدار بعض التشريعات السريعة للأحكام الناجزة والسريعة، وسد الثغرات اللي بيفلت منها الإرهابيين أو بتطول في فترة المحاكمات، مما يقلل الهدف الأسمى من العقوبة، هو ردع من يسول له نفسه أن يقوم بعمل إرهابي ضد الدولة. طيب سيادة اللواء، يعني القصاص لشهداء الحادث الآن مطلب شعبي بالتأكيد طبعا. يعني كيف ترى الإجراءات الأمنية المتبعة حاليا من خلال تمشيط الطريق المنيا الصحراوي لتحديد هوية الجناة وضبطهم خلال الساعات القليلة المقبلة، وفي حال ضبطهم يعني كيف ترى إجراءات التعامل معهم لتحقيق مبدأ القصاص العاجل والعادل أيضا؟ أول الحادث تشكلت فرق بحث على مستوى عالي جدا، سواء بالوزارة الداخلية أو بالتنسيق ما بين الوزارة الداخلية والقوات المسلحة، واستغلال الإمكانيات بتاعت الطيارات للقوات المسلحة لتتبع الجناية، لأن غالبا هؤلاء يقومون بعملهم ثم يذهبون إلى الصحراء في وسط الجبال، والجبال مترامية في الملاصقة للمنيا، ففي خطط أمنية اتحطت على وجه السرعة وتوجيهات الرئيس، والان في اجتماع مصغر للسيد الرئيس عشان يراجع الاجراءات المطلوبه اتخاذها، ويراجع مع وزير الداخليه خطط الامنيه وبالتنسيق مع وزاره الدفاع لسرعه ضبط المتهمين وتقديمهم الى العداله، حتى يعني تهدأ نفوس المصريين، لان المصريين مسيحيين او مسلمين كلهم منتفضين ضد هذا العمل المشين والعمل الجبان. نعم، أشكرك سيادة اللواء محمد نجمة مساعد وزير الداخلية الأسبق. وينضم إلينا أيضا على الهاتف الدكتور عمار علي حسن، الباحث في العلوم الاجتماعية والسياسية. دكتور عمار، يعني كيف ترى الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الأحداث بعد حادث المنيا الإرهابي تحديدا لضمان أمن وسلامة المجتمع وتوحده في مواجهة الإرهاب؟ لأنه رأينا للأسف بعض القنوات تذيع
يعني صور للأطفال ضحايا هذا الحادث، يعني تعليق حضرتك على التعامل الإعلامي والاجتماعي مع تداعيات هذا الحادث. يعني أنا أعتقد أن من ارتكب هذا الحادث المروع الجبان قصد به إحداث صدمة عند قطاعات كبيرة جدا بسيما من إخواننا المسيحيين، وبالتالي تأجيج غضبهم وصب هذا الغضب على إخوانهم المسلمين الذين يتضامنون معهم تضامنا كاملا وتاما في هذا المصاب الأليم وكل المصابات التي قبله، وأيضا ضد السلطات المصرية الأمر الذي من الممكن أن يحدث نوعا من الاضطراب الاجتماعي الذي ينتظره الإرهابيون على أحر من الجمر كي يحققوا أهدافهم. وبالتالي علينا جميعا في هذا الظرف أن نتحدث وأن نتحرك بما لا يصب في اتجاه الأهداف التي قصدها الإرهابيون. نعم. ومن ثم التعامل بوعي شديد مع هذا الحادث سواء من قبل الأجهزة الرسمية أو من قبل أجهزة الإعلام، لأن الإرهابيون أرادوا بما فعلوه أن نقع في الفخ الذي نصبوه لنا جميعا. نعم. وأن يذهب غضبنا إلى أنفسنا بدلا من أن يذهب إليه. ومن ثم فإن تسليط الضوء على قتل الأطفال وهو عمل خسيس وجبان قصد منه هو تأجيج المشاعر وإثارة الغضب، وهو أمر ينتظره الإرهابيون كما قلت. طيب ما المطلوب من مؤسسات الدولة سواء الرسمية أو الشعبية؟ هو مطلوب مطلوب إعطاء فرصة للمؤسسات الشعبية أن تعبر عن غضبها من الإرهاب. نعم. لابد من تنظيم مسيرة حاشدة تعيد إلى الأذهان ثورة 19 التي رفعنا فيها عاش الهلال مع الصليب، أو حالة الوئام والتضامن التي كانت بين المصريين مسلمين ومسيحيين في ميدان التحرير أيام ثورة 25 يناير. لابد من مسيرة تخرج من كنيسة ومسجد في مدينة المنيا متجاوران، وهذه المسيرة يشارك فيها المسلمون قبل المسيحيين ويهتفون جميعا ضد الإرهاب وضد التطرف، ويرسلون رسالة بالغة وبالغة الأهمية وبالغة المعنى إلى الجماعات والتنظيمات الإرهابية أن كل العمليات التي تقوم بها من أجل إحداث شرخ في الجسد الوطني المصري ستبوء بالفشل الذريع. يعني هناك مطالبات الآن من بعض أعضاء البرلمان بعقد جلسة عاجلة غدا في البرلمان لبحث هذا الحادث وإذاعتها على الهواء مباشرة. مثل هذا الإجراء يعني حضرتك بترى أنه هام في هذا التوقيت لنقل رسالة للمجتمع وللعالم كله بأن مؤسسات الدولة أو المؤسسة الشعبية الأولى وهي البرلمان المصري ينتفض في مواجهة الإرهاب؟ قاطعا، يعني مطلوب هذا دور البرلمان، يعني أن يحاسب من قصر إذا كانت هناك أطراف قصرت من الأجهزة الأمنية في هذا الحادث، واجب البرلمان أن يحاسبها، واجب البرلمان أن يعلن تضامنه مع المصابين ومع القتلة ومع الشهداء، وأن يعلن يصب جم غضبه على القتلة الفجرة، وأن يبحث بوعي في الإجراءات التي يجب أن تتبع بحيث تصيب هؤلاء مباشرة. نحن في حرب معلوماتية بالأساس، الذين نفذوا هذه العملية ما كانوا لهم أن يقوموا فيها لولا أن هناك معلومات أو أفراد تعاونوا معهم وأبلغوهم أن حافلة ستتحرك وتقل كل هذا العدد من الإخوة المسيحيين الذين يقصدون الدير. ومن ثم الحرب بالأساس مع التطرف والإرهاب في مقتل 5 التي نشهدها منذ عدة سنوات وقد تستمر معنا بعض سنوات أخرى للأسف، أن هذه الموجة
اعتمد بالأساس على حرب المعلومات. نعم. وأن حربا استباقية أساسها المعلومات والتوظيف ثورة الاتصالات يجب أن تبدأ. أجهزة الأمن أحيانا تجهض عمليات في مهدها وأحيانا تفلت منها بعض العمليات. حرب المعلومات التي تعني اختراق هذه التنظيمات من أجل تفكيكها وجمع معلومات كافية عنها وتجنيد بعض العناصر الداخلة فيها أو إقحام عناصر أخرى لتخترق صفوفها وتجمع معلومات كافية عنها، الأمر الذي يمكن جهاز الأمن من تفكيك خلاياها والقبض عليها وتقديمها للمحاكمة أمام القضاء، أو إجهاض العمليات في مهدها بمعنى معرفة أجهزة الأمن بتحركات إرهابيين قاصدين إحداث عملية ما فتسبقهم أجهزة الأمن لاعتقالهم والقبض عليهم. نعم، يعني يكون هناك ضربات استباقية. نعم، لابد من حرب استباقية تعتمد بالأساس على المعلومات، لكن مسألة الدفاع الحرب الدفاعية بمعنى تأمين الكنائس أو أمننا الكنائس وأقمنا المتاريس وصنعنا البوابات الإلكترونية فخرج لنا الانتحاريون الذين لا تصلح معهم كل هذه الإجراءات. طيب، أدركنا أن الانتحاريين يجب أن نمنع دخولهم إلى الكنائس أو إلى الأماكن التي يقصدونها، لجأوا عادوا إلى الطرق القديمة. يعني هذا الحادث الذي وقع اليوم يعيد إلى الأذهان الطريقة التي ألفناها في الموجة الرابعة للإرهاب التي كانت يقوم بها تنظيم الجماعة الإسلامية، مسألة الاعتماد على سيارات وتوقيف حافلات والضرب العشوائي لإحداث أكبر عدد من القتلى والمصابين، وكل ذلك ألفناه مع تنظيم الجماعة الإسلامية في الموجة الرابعة التي امتدت من عام 89 إلى عام 97. الأمر كل ذلك أمور تعني أن الإرهابيين يغيرون تكتيكاتهم، ما بين استهداف كمائن للشرطة أو مواقع نائية للجيش مثلما حدث في حوادث الفرافرة أو بعض أحداث سيناء، وصولا إلى استهداف مدنيين سواء داخل كنائس أو حتى على الطرق. يعني دكتور عمار، حضرتك ذكرت في سياق حديثك أيضا أنه من المهم تقديم الجناة للمحاكمة. الآن يعني النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بفتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا الحادث لمعرفة مرتكبيه، وأمر بتشكيل فريق من النيابة العامة للانتقال إلى محافظة المنيا. تعليق حضرتك على يعني مسألة القصاص من أو القصاص لضحايا الحادث وأهميتها في تحقيق الردع وكيفية المحاكمة العاجلة أيضا للوصول إلى الجناة الحقيقيين، وأشدد على كلمة الجناة الحقيقيين في هذا الحادث سريعا، وتقديمهم للمحاكمة وتسجيل اعترافاتهم بارتكاب الحادث هو لا يشفي غليل أهالي الضحايا فقط، إنما غليل الشعب المصري كله المحتقر من هذا الحادث، وفي الوقت نفسه يطمئن على أن أجهزة الأمن تعمل بطريقة سليمة، وأن كل من يفكر أو يدبر حادثا ويرتكبه ستطال يد العدالة. ومثل هذا الأمر في الوقت ذاته يشكل ردعا حقيقيا للتنظيمات الإرهابية، لأن الإرهابيين إذا قاموا بحادث ما ثم عجزت أجهزة الأمن عن الوصول إليهم أو قدمت أشخاص آخرين باعتبارهم الجناة، كل هذا الأمر يشجع الجناة الحقيقيين على ارتكاب مزيد من الحوادث، وهم يعتقدون أنهم بمنأى عن العقاب أو عن الملاحقة أو عن اكتشاف أمرهم وتقديمهم للمحاكمة. ومن ثم تقديم الجناة للمحاكمة هو عمل يؤدي إلى نتائج جيدة في كل الأحوال. شكرا لك الدكتور عمار علي حسن، الباحث في العلوم الاجتماعية والسياسية. مشاهدينا، متابعتنا ما زالت متواصلة على مدار اليوم على شاشة النيل. بعد قليل موجز لأهم وآخر الأنباء، إلى اللقاء.
موجز انباء الساعه، اهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع امني مصغر لمتابعه تداعيات حادث المنيا الارهابيه، ووجه الرئيس بتقديم الرعايه الكامله للمصابين. من جانبه اعلن المتحدث باسم وزاره الصحه ان الحصيله المبدئيه لحادث اطلاق نار على حافله تقل اقباطا في محافظه المنيا بلغت 26 شهيدا و25 مصابه، وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة بالمنيا ومعهد ناصر، مشيرا إلى أن هناك احتمالات لزيادة أعداد الضحايا. في السياق ذاته أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة بمديريتي أمن المنيا وبني سويف نشرت عشرات الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطريق الصحراوي الغربي الواقع بين المحافظتين لتعقب الجناة في حادث قيام مجهولين يستقلون ثلاث أسات دفع رباعي بإطلاق النار تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوى. وأضاف المصدر أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية يتابع تطورات ملابسات الحادث الإرهابي مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، ووجه بتكثيف الجهود لتحديد هوية الجناة وضبطهم خلال الساعات القليلة المقبلة. أدان رئيس الوزراء الشريف إسماعيل الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في محافظة المنيا، وأكد رئيس الوزراء أن مرتكبي تلك الأعمال لم ولن ينجو في شق الصف الوطني. ومن جانبه أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على أن الحادث لا يرضى عنه مسلم ولا مسيحية، وأنه يستهدف ضرب استقرار مصر داعيا المصريين إلى الوحدة. في السياق ذاته شدد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على أن منفذي الهجوم الإرهابي خالفوا كافة القيم الدينية والأعراف الإنسانية. أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا، وجددت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب. في السياق ذاته أدانت الخارجية الإماراتية العمل الإرهابي في المنيا، كما أدانت الخارجية العراقية الهجوم، وأكدت وقوف العراق إلى جانب الشعب المصري وحكومته ضد كل جماعات التطرف والإرهاب التي تستهدف وحدة المصريين وتلاحمهم الوطنية. تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا مساء اليوم بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية. يحضر الحفل محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد نائبا عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء. هذا وقد أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غدا السبت سيكون أول أيام الشهر المعظم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.